السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نتكلم اليوم عن تفسير سورة الزلزلة. إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي إذا حركت الأرض تحريكا عنيفا واضطربت اضطرابا شديدا واهتزت بمن عليها اهتزازا يقطع القلوب ويفزع الألباب، وأخرجت الأرض ما في بطنها من الكنوز والموتى، وقال الإنسان: ما للأرض تزلزلت هذه الزلزلة العظيمة ولفظت ما في بطنها، يقول ذلك دهشة وتعجبا من تلك الحالة الفظيعة. أي في ذلك اليوم العصيب يوم القيامة تتحدث الأرض وتخبر بما عمل عليها من خير أو شر، وتشهد على كل إنسان بما صنع على ظاهرها، وذلك بالإخبار بسبب أن الله وذلك الإخبار بسبب أن الله جلت عظمته أمرها بذلك وأذن لها أن تنطق بكل ما حدث وجرى عليها. فهي تشكو العاصي وتشهد عليه، وتشكر المطيع وتثني عليه، والله على كل شيء قدير. فأخذت ذات اليمين إلى الجنة وأخذت ذات الشمال إلى النار، أي لينالوا جزاء أعمالهم من خير أو شر. فمن يفعل من الخير ذرة من التراب يجده في صحيفته يوم القيامة ويلقى جزاءه عليه، ومن يفعل من الشر ذرة من التراب يجده كذلك ويلقى جزاءه عليه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.